تعال نروح لماتش إلكت بطل تشاد، وهو في الحقيقة يعني فريق مغمور، ولكن هو بطل تشاد، هو بيشارك في دوري الأبطال لأن هو بطل تشاد. فعايزين نعرف بقى، شايف المباراة إزاي؟ هل مستر فيريرا ممكن يغير في التكتيك بتاعه، ولا هتبقى نفس طريقة اللعب اللي لعب بيها وأنهى بيها الموسم؟ اعتقد انها هتبقى نفس الطريقه، لحاجه واحده كمان، ان انت كمان الناس اللي انت جبتها مش هتلعب مش معاك، هتشارك يعني في الدور التمهيدي في الدور 32 لسه. فاعتقد ان انت هيشتغل بنفس الطريقه بتاعته ونفس السيستم بتاعه، مش هيقدر يغير دلوقتي. كمان فريق مغمور، فلازم ينهي يبدا زمنها الموسم اللي فات. حتى كمان مباراه الهلال كان اللعيبه لعبه وهي بدنيا لسه مش جاهزين، ما عملوش فتره اعداد، جاي من راحه وثلاث اربع ايام واشتغلوا على المباراه على طول. فاعتقد ان هو مش هيغير السيستم بتاعه ولا وممكن كمان التشكيل بشكل يعني 95% هيبقى نفس التشكيل. يعني شايف ان الفريق خاض تدريب وحيد في الكاميرون، شايف ان ده ممكن يأثر على الفريق فنيا بدنيا، وكمان الارهاق اللي حضرتك بتتكلم عليه دلوقتي امام الهلال ده ممكن يأثر على الفريق في المباراة النهارده؟ لا اعتقد ان هم خدوا شوط بعد مباراه الهلال، خدوا كام تمرينه، كمان الماتش نفسه هيجيب لهم نفس بشكل كويس. اعتقد ان مستر فيريرا راجل ذكي جدا جدا، لكن انا شايف المباراه صعبه، يعني حتى لو هي فريق مغمور، لكن انت ما بتلعب فرقه معروفه ومعروف لها سيستم معين بتذاكر عليه بشكل كويس، بتحضر الفيديوهات او المحاضرات اللي هم بياخدوها، ان كان بتقفل على النواحي الهجوميه بتاعه الخصم بشكل كبير، او انت عندك مفتاح لعب بتشتغل عليها. لكن لما يكون في فرقه مغموره بتبقى فيها مشكله بالنسبه لك انت، الا بقى الشوط الاول بتشوف الدنيا فين، وبعد كده بتعدل انت الشوط الثاني من تغييرات او تعديل وانت واقف على الخط مع اللعيبه. يعني شايف تدريب واحد قبل الماتش ده حاجه طبيعيه؟ في ماتشات كتير ممكن تاخد قبلها تدريب واحد، بس دي عشان في سفر، والسفر طبعا للكاميرون 6 ساعات. صحيح كان في من الاداره موفره كل سبل الراحه، طياره خاصه، وامر جيد جدا بالنسبه لراحه اللاعبين، ولكن تدريب واحد قبل المباراه هذا يكفي؟ هي بتبقى على حسب المدير الفني عايز يروح قبلها بثلاث ايام. في ناس احنا كان ايامنا احنا قبلها بيومين وثلاثه عشان الاجواء والشغل، لكن هنا هو شايف ان انت او بتبقى في سفر، موضوع السفر انت الطياره بتاعتك او انت هتوصل بشكل معين في توقيت معين، ساعات كمان التوقيت هو بيحكمك ان انت هتسافر في يوم او يومين، فانا مش عارف الاحداث بتاعه السفر هو اللي طالب كده، ولا احداث الطيران هي اللي عملت كده، ولا لكن الطبيعي ان احنا كنا بنسافر قبلها بيومين وثلاثه عشان تاخد على الاجواء وحته الطبيعه وتتكيف على الاجواء اللي موجوده والتنفس والاكسجين وحاجات كده هناك، لان الاكسجين بيبقى اقل شويه من عندنا هنا. يعني لو رحنا بقى للاوراق الرابحه داخل نادي الزمالك، شايف شيكابالا يبدا المباراه ولا يفضل ورقه رابحه زي ما متعودين مع فريرا؟ ساعات بيشركوا من بدايه المباراه، ساعات دايما او في الغالبيه بيشارك من الشوط الثاني. شايف شيكابالا ممكن يستغله ازاي فريرا؟ انا شيكابالا بالنسبه لي لعيب مميز جدا جدا، لعيب له تقله في الملعب، ان كان مع اللعيبه ان هو يوجه اللعيبه داخل الملعب، غير كمان ان هو يشتغل لوحده، لكن هو كمان اكيد بيكلم اللعيبه. وقفه اللعيبه بتبقى عايزه لعيب كبير يتكلم كانه مدرب مساعد مع المدير الفني، واعتقد شيكا بيعمل الكلام ده واللعيبه بتحبه جدا جدا. لكن هو يبدا او ما يبداش، دي بتبقى راجعه للتمرين او الشغل اللي في التمرين الفتره اللي فاتت، هو شغال مع الراجل بشكل كويس ان هو يبدا، ولا هو الناس اللي بتشتغل معاه في نفس المكان اعلى منه في الشغل هي بترجع اللي اتمرن افضل اخر اسبوع معاه. يعني انا برجح اللي اتمرن اخر اسبوع كويس كان شيكا او الناس اللي في نفس المكان بتاعه. يعني شايف من وجهه نظرك التشكيل اللي حضرتك ممكن تحطه لمباراه زي دي؟ لا هو نفس التشكيل، هبدا بنفس التشكيل. لو في لعيب بس ولا حاجه، اصابه، اجهاد، اي حاجه بتتغير بتبقى طارئه عليك، ممكن لعيب او اتنين بالكتير عن مباراه الهلال، لان انت كده كده اللعيبه اللي جبتها او التعاقدات مش هتشارك. فاكيد هو كان ناهي افضل حاجه لي، واخد الدوري بنفس المجموعه دي، فطبيعي ان انا هبدا بكده بنفس المجموعه اللي خدت الدوري او اللي كانت بتبدا في الدوري يعني في النهايه. يعني التشكيل ممكن يبقى عواد في حراسه المرمى، وفي خط الدفاع هو مش هيغير زي ما حضرتك قلت، هو هيبقى ثلاثه. صحيح. الثلاثه ممكن حسام عبد المجيد، الونش، حمزه المسلوسي. صحيح. الأربعة بقى بتوع نص الملعب.
هشتغل نيمار، نيمار عبد الغني، امام وفتوح. الثلاثه اللي فوق بقى، ان كان جزيري وزيزو وشيكابالا، يعني ممكن شيكابالا شايف ان هو يبدا ممكن. المباراه دي ممكن يبدا يدوس من البدايه كده زي ما بيعمل. لا يشتغل، هو لعيب في الفرقه، هو أيوه. راجل مش مبطل، ده لعيب في الفرقه. لا هو راجل بيحب يستغل فين. لا ده على حسب بقى الشغل، ما هي بتبقى على حسب الشغل، التمرين اخر اسبوع. لو شيكابالا فارق في التمرين عن زمايله بيبدا، لو زميله فارق عنه، يعني حته العدل شويه في الشغل. انا بعمل كده اخر اسبوع، اللي بيتمرن كويس هو اللي بيبقى موجود معايا. لكن اعتقد ان الراجل بيستغله كمان، حتى شيكا ما بيبقى قاعد، بيبقى قاعد مبسوط. في حاله بينه وبين مستر فيريرا، مع حتى مع المجموعه كلها، اللعبه كلها بتحبه وعاملين حاله، فاكيد ده في عدل في الموضوع. يعني اكيد ما فيش في حد، لان حته الظلم دي بتاثر على الفرقه كلها، بتبقى عامله مشكله كبيره. مش هتاخد دوري، مش هتاخد كاس، مش هتاخد بطوله، فمش هيبقى في حب كمان يعني. لكن اعتقد دي مظبوطه مع الراجل بشكل كبير، اللعبه كلها مقتنعه، واللعبه كلها حتى اللي قاعد بيبقى قاعد وهو مبسوط، ما عندوش مشكله. وقت ما بيحتاجه الراجل الناس بتأدي بشكل كويس، اللعيبه الصغيره ما بتأدي بشكل، واخدين ثقه من الراجل غير طبيعيه يعني.